السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. النهاردة بإذن الله عندنا نص جديد بعنوان مصر أنشودة الدنيا. زي ما احنا شايفين النص بتاعنا عبارة عن أبيات من الشعر للشاعر محمود حسن إسماعيل. قبل التعرف على الشاعر وقبل قراءة النص، زي ما انتوا شايفين يا أولاد من عنوان النص، النص بتاعنا بيتكلم عن مصر. مصر هي أم الدنيا، مصر هي سند كل العرب وقت السلم ووقت الحرب، وستظل بإذن الله هي منبع الأبطال في كل المجالات. تعالوا نتعرف الأول على شاعر النص، ولازم نعرف المعلومات كويس قوي. هو من أبرز الشعراء المصريين. ولد عام 1910 بقرية النخيلة، وهي إحدى قرى محافظة أسيوط. من دواوينه أغاني الكوخ. توفي عام 1977. نقرأ النص مع بعض. يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب، شد الضياء من الظلام ونوري كل الدروب. طبعا الأبيات حفظ. نتعرف على اللغويات. كلمة أنشودة بمعنى أغنية، كعبة أي مقصد والمراد أغنية، رنة أي صاحة، هتاف هو الصوت العالي، شذا كلمة شذا أي رائحة جميلة طيبة، الطيوب أي العطور، الدروب هي الطرق. نشوف مع بعض شرح الأبيات، وهنقسم الأبيات البيت الأول والثاني، نشوف شرحهم مع بعض. في البيت الأول والثاني يقول الشاعر ويعبر عن حبه لوطنه بهذه الأبيات، فيقول: أنت يا مصر أجمل أغنية تغنت بها الدنيا، وتناقلتها الشعوب إعجابا بك وحبا لك، وأنت يا مصر كعبة تقصدها الشعوب، لماذا يا أولاد؟ طلبا للحرية، فقد ارتفع صوت انتصاراتك واستقر في القلوب. في البيت الثالث والرابع يقول الشاعر أيضا: أنت يا مصر الوطن الأم الذي ينجب الأبطال وقت الشدائد والأزمات والحروب، ولأبنائك يا مصر السبق في كل مجالات العلوم والفنون، فأنت أم الدنيا، وأنت جنة عامرة بالخيرات ومظاهر الجمال تنبعث منك الروائح الطيبة. أما عن البيت الخامس والسادس فيقول الشاعر: أنت يا مصر قصيدة ذات معنى جميل، يستمع بها من يستمع إليها، ويعجب بها من يقرأها ويقرأ تاريخك العظيم. من أجل هذا كله انهضي يا مصر بدورك في التنوير، وانشري العلم والضياء للناس أجمعين. نبص مع بعض على مظاهر الجمال في الأبيات. عندي أساليب في يا مصر يا أنشودة، أيضا يا كعبة، يا أم أبطال، ويا جنة. هذه أساليب نداء تفيد التعظيم لمصر. يا كعبة الأحرار، تعبير هنا جميل، صور مصر بالكعبة، وهذا يدل على عظمة مصر التي يقصدها الأحرار اقتداء بها. أما عن تكرار يا أم أبطال، هنا تعبير يؤكد أن مصر منبع البطولة، ولأبنائها السبق في العلوم والفنون. يا جنة، هل مصر جنة يا أولاد؟ هنا صور مصر بالجنة بما فيها من خير وجمال. بعض الأسئلة عن الأبيات.
بيجي لي سؤال يقول لي من قائل النص وماذا تعرف عنه؟ قائل النص هو الشاعر محمود حسن إسماعيل، أحسنتم. طيب ماذا تعرف عنه؟ نفتكر مع بعض، هو من أبرز الشعراء المصريين، ولد عام 1910 بقرية النخيلة وهي إحدى قرى محافظة أسيوط. من دواوينه أغاني الكوخ. توفي محمود حسن إسماعيل عام 1977. السؤال الثاني، بما شبه الشاعر مصر في الأبيات؟ هنا هنمسك بيت بيت يا ولاد. شبه الشاعر مصر بأنها أجمل أغنية تغنت بها الدنيا، شبهها أيضا أنها كعبة تقصدها الشعوب طلبا للحرية، وهي أيضا أم تنجي بالأبطال وقت الشدائد والأزمات، وهي جنة عامرة بالخيرات ومظاهر الجمال، وهي قصيدة ذات معنى جميل يستمع أو يستمتع بها من يستمع إليها. السؤال الثالث بيقول، لماذا تتغنى الدنيا أغنية مصر وتتناقلها الشعوب؟ حبا لها وإعجابا بها. لماذا تقصد الشعوب مصر؟ أحسنتم، طلبا للحرية، فقد ارتفع صوت انتصاراتها واستقر في القلوب. السؤال اللي بعده بيقول، ماذا تنجب مصر وفيما سبق أبناؤها؟ تنجب مصر الأبطال وقت الأزمات والشدائد والحروب، ولأبنائها السبق في كل مجالات العلوم والفنون. السؤال اللي بعده، ماذا طلب الشاعر من مصر في البيت الأخير؟ نرجع للبيت، طلب منها أن تنهض بدورها في التنوير وتنشر العلم والضياء للناس أجمعين. شكرا لحسن الاستماع.